على الأسئلة والاستفسارات. وأنا أحببت أني أذكر هذا الشيء بناء على ملاحظة سعادة النائب عيال عواد، لأنه الصحيح هذا شيء مهم وأنا حبيت أبينه قبل ما أرد على استفساراتكم. أول شيء، الهيئة منذ الساعة الأولى في الصباح الباكر يوم الخميس والليلة اللي قبلها، وهي تتابع من خلال مركز المراقبة والطوارئ اللي موجود بالهيئة، اللي مشبوك مع شركات التوزيع الثلاث، تأثير تطور الحالة الجوية على شبكات التوزيع في الثلاث في المملكة. والليلة اللي سبقتها، اللي هي ليلة الأربعاء على الخميس، كمان كان هناك تحدي في موضوع اسطوانات الغاز في بعض المناطق في المملكة، وإحنا اكتشفنا ما هو الخلل، والخلل كان نتيجة أنه في تدخل صار بتغيير الدور، والهيئة عملت إجراءاتها، وبعد منتصف الليل كانت المشكلة محلولة. مع الصباح الباكر حوالي الساعة السابعة صباحا، قمت أنا بالاتصال مع مدير شركة الكهرباء الأردنية بالذات، لأنه شفت حجم الأعطال اللي موجودة، وبهذاك الوقت لم يكن هناك ما يدعو للقلق، لأنه إحنا حسب خطة الطوارئ التي تم تحديثها في شهر 9، والاجتماع بمدير الشركة والمدراء الآخرين بشهر 11 لمناقشتها وإقرارها، كانت خطة محكمة وتتكون كما تفضل معالي الوزير، واللي هو أيضا ترأس الاجتماع، وكان الاجتماع يوم 6/11/2021. كانت الخطة بمجملها تتكون من فريق عدده 2163 شخص، معهم حوالي 450 سيارة دفع رباعي، موزعين على 37 غرفة عمليات في القطاع الوسط حتى يستطيعوا يسيطروا على أي تداعيات. والخطة أيضا شملت إجراءات التزمت بها شركة الكهرباء الأردنية بتقليم الأشجار، وذلك بالرجوع والاستفادة من الخبرات السابقة. وتعهدت الشركة في ذلك الاجتماع بأنها ملتزمة بكل هذه الأمور. وفي حديثي في صباح يوم الخميس مع مدير الشركة، سألته إذا كان هو بحاجة إلى أي مساعدة من الجهات الرسمية، فأكد لي بأنه هو لديه الفريق الكافي بحسب خطط الطوارئ الموضوعة، وأن من الممكن مساعدته من خلال فتح الطرق، لأن هناك طرق هذه الفرق لا تستطيع الوصول إلى مناطق الأعطال. تواصلت مع عطوفة نائب مدير المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وأكد ووضعتهم بين بعض بالاتصال، لأنه الصحيح هو كان في غاية الحماس بأنه يقوم بتقديم أي مساعدة للشركة. وبعد ذلك اتصلت بمدير شركة الكهرباء الأردنية وسألته إذا تم تلبية احتياجاته، فأجاب بالإيجاب، وسألته إذا في مناطق معينة أيضا بحاجة إلى مساعدة إلها، فبعث لي على الواتساب لوكيشنز لست مناطق، وأنا اتصلت بمعالي وزير الطاقة وبعثت بس دقيقة بس خليني أكمل سيدي إذا سمحت. معالي وزير الطاقة اتصل بمعالي أمين عمان، وتم أيضا حسب ما عرفت من معالي الوزير مساعدة الشركة بهذا الأمر. بقيت الهيئة على اتصال مباشر مع شركة الكهرباء الأردنية، وخلال ساعات الظهر وبعد الظهر نحن لاحظنا بأن هناك ازدياد في أعداد الأعطال وضغط على الاتصالات على مركز المراقبة والطوارئ الموجود في الهيئة، وقمت بالاتصال مرة أخرى أو مرات أخرى بمدير الشركة، اللي كان في كل مرة بيأكد لي أنه الأمور تحت الإجراء ومسيطر عليها. أنا الصحيح بادرت واتصلت بشركة توزيع إربد، ووجدت أنه الأمور عندهم أيضا كانت من معرفتي السابقة باتصالي أنهم تحت السيطرة، وطلبت من مدير الشركة إذا بإمكانه
أنه يساعد شركة الكهرباء الأردنية، وقد الصحيح تبرع قال بكل سرور أنا ممكن أودي 30 إلى 40 فرقة بآلياتها لمساعدة شركة الكهرباء الأردنية، وأنا قمت بالاتصال بمدير الشركة اللي لم يبدي رغبة بأنه يتلقى هاي المساعدة. وهاي المساعدة الصحيح أنا عرضت عليه أيضا في صباح يوم الجمعة، وهو الصحيح أيضا لم يقبل هذه المساعدة. ربما لديه أمور فنية، هذا شيء يرجع له، ونحن لا نستطيع كجهة رقابية أن نتدخل بالتنفيذ، لأن هذا الشيء مخالف للتشريعات ولصلاحيات الهيئة، لأن هذه منطقة تخصه وهو المسؤول عنها حسب اشتراطات الرخص وحسب أيضا المعايير الأداء. يضيع البلد بالكهرباء بيقول له أنت اختصاص. لذلك سيدي إحنا من اليوم الأول كهيئة طلعنا على الإعلام وطلعنا على المواطن الأردني وتكلمنا بأنه إحنا نتابع كل الأمور والتفاصيل، والمقصر يجب أن يتحاسب. أرجو أن لا يفهم كلامي خطأ. والله كلام خطير، هذا كلام خطير. أدى إلى التوصية الرئيسية من لجنة الطاقة بتحويل الملف للقضاء. شكرا. بس هذا كلام خطير والله. بس الكلام اللي بحكيه كلام الكلام اللي بحكي شو بنينه على هذا الكلام؟ لأنه في جرأة. في طرح يتفق مع القيم الوطنية. مسؤول قطاع الطاقة. تستنى مدير شركة الكهرباء يقول لك لا يا سيدي، هو بيحكي عن بدائل وحمل المسؤولية. أخي إذا سمحت احنا مدافع عن الأشخاص، هذا المؤاخذة إنهم قوة خفية قاعدة بتابع. إذا سمحت يا سيدي معالي وزير الطاقة. شكرا سيدي. لجلسة ثانية نظرا لأطالة هذه الجلسة، ولكن نحن في نهاية الجلسة سنقوم بحركة كما قامت الحكومة وتعتقد أنها أحرص على مصلحة المواطن من مجلس النواب، وقامت بتكليف شركة استشارية لتقييم. نحن لدينا القضاء الأردني، وسيتم رفع توصية من اللجنة ومن السادة النواب أنه الملف هذا يذهب إلى القضاء الأردني لتحديد المسؤوليات، ويتحمل كل شخص مسؤوليته عن التقصير الذي حصلت له. أخي فراس، إلى